ذكر حجاج الموصل خبر خروج حسان بن مجالد الهمداني. خرج في نواحي الموصل فسار إليه وليها للعباسيين، فانهزم إلى نهر الدجلة وركب إلى السند وكتب الخوارج بعمان يستأذنهم في اللحاق بهم فأبوا، وعاد إلى الموصل. فلما بلغ المنصور خروجه عزم على الفتك بأهل الموصل، لكن الفقهاء لطفوا له في العفو فكف عنهم. وذكر حجاج الكوفة خبر وفاة الشاعر مالك بن عيون الجهني. شاعر حجازي اشتهر في أوائل القرن الثاني للهجرة وسكن الكوفة، هو من ثقات محدثي الإمامية، كان فقيها غزير العلم ممدوحا، صاحب الإمامين محمد الباقر وجعفر الصادق، وله في مدحهما أشعار وقصائد.